قلت لك لا تأمن له لهذا شحادي. ما قلت لك ما تطلع من الأوضة بلاقيه؟ عمر مانو ابني لحتى تهددني فيه. ووقت الجد علي وعلى أعدائي. في الحلقة القادمة جهز دورية مداهمة فورا. الشرطة في طريقها لعبد الله. شو الحكي؟ وعمران في صدمة. استعجل لك شوي، والله أنا ما بخاف من السرعة. سوق الحرير الليلة العاشرة بتوقيت السعودية على MBC 1. رمضان يجمعنا.